بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نوجه رساله لرئيس الوزراء انه خليه يترك الاستخبارات والمخابرات والامن الوطني وجهاز مكافحه الارهاب وخليه الصقور، خليه يعتمد بس على الادله اللي انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي يقدر يوصل للفاعل. واذا يقولون الشخص عنده مشاكل او عنده عداوه عشائريه او خصومه عشائريه وما شابه ذلك، هذا الرجل اخو المقتول اخو الشهيد وراح يوضح ابو احمد الهليسي الله يرحمه ان شاء الله. اليوم دفنوه، لا عنده مشكله عشائريه، ومجرد سنه ونص يطالب بمصير ابنه ويريد يقول يابا اريد الزم هذا الشخص شهيد بس سطون جثته، ما عنده اي ذنب. والصدر اسمع من عنده، هذا مطلب الوحيد راد قضية ابن جنين، راد نهاية يعني سنة ونص، فوق أكثر من سنة ونص يطالب، يريد إما جثته أو مصيره، يعني مصيره وين؟ ابنه صار سنة ونص وخطفة جهة، والحكومة الإعمارة محافظ قائد الشرطة الأمن الوطني المكافحة كلهم يدرون بالشخص اللي خطف، هو اللي خاطف هو اللي قتل اليوم، إما يجيبون واحد يعني من جماعتهم ويتهمونه بانه يحترف على ورقه كليشه كاتبينها. هاي احنا ما عمي العفو، قياده شرطه الاعماره وضحت انه اكو نزاع عشائري. لا عندنا مشاكل، وهذا الشخص ابن عمي انا. ايه ابن عمي، لا عندنا مشاكل وياه ولا عندنا اي قضيه ما عندنا، وكل عشائر العماره واهل العماره يسمعوني، اي اطلاب واي مشكله ويا شخص واحد ما عندنا. فهذا الزعيم اللي يعتبر نفسه اليوم قائد شرطه، المفروض واحد يجي مكانه ينزل الرتبه مالته ويوسف حذاء على هذا الافتراء. فعلى رئيس الوزراء اول شيء، الجنات موجودين بمراكز الشرطه، يجب على رئيس الوزراء التوجه مباشره الى مدينه العماره والمحاسبه قتله هذا الشخص البريء. بمجرد ما طالب بمصير ابنه يقتلونه، لا شايب اللي